في الدرس بتاع النهاردة هنعمل فانكشن مسؤولة عن النمبر، هنسميها كول باك. بداية احنا هنكريت الفانكشن بتاعتنا وهنقول له هنا اسمها الكول باك، وهنديها النمبر وهنقول له برينت نمبر عشان يبقى لي الرقم اللي فوق. بعد كده هنكريت البوتون وهديله الخصائص بتاعته، وبعدين هقول له الكومنت بتساوي الامبادة، واحنا اتكلمنا عن الامبادة قبل كده. وبعدين هندي للامبادة الفانكشن بتاعتنا الكول باك، وهنحط مكان كلمة نمبر هنا هندي لها الرقم اللي احنا عايزينه يظهر او اللي احنا عايزينه يتعمل له برينت. تعالوا نشوف ده في العمل. بداية احنا هنكريت الفانكشن بتاعتنا، هنقول له ديف كول باك نمبر برينت نمبر، وبعدين هنكريت البوتون بتاعنا، هنقول له تي تي كي دوت بوتون، نديله هنا الويندو والتكست، هنقول له بيساوي كليك مي، وبعدين هنديله الكومنت بتاعته تساوي الامبادة تساوي الكول باك الفانكشن بتاعتنا. زي ما انتم شايفين هنا جاب لي القوس وقال لي اكتب هنا النمبر، فاديله مثلا النمبر اللي انا عايزه، وبعدين هنظهر البوتون بتاعنا على الويندو. طيب تعالوا كده نشوف النتيجه. ده البوتون بتاعنا، لو ضغطت عليه هيطبع لي هنا واحد. انا هنا قلت له في الكول باك، قلت له مكان النمبر، اديته واحد وقلت له برينت نمبر، يطبع لي الواحد ده. فلما ضغطت على البوتون زي ما انتم شايفين بيطبع لي واحد. طيب تعالوا نعمل كذا بوتون تاني، هنغير الارقام بس. ران دول الفايف بوتون بتوعي، هنضغط على كل واحد، ادي 1 2 3 4 5. يبقى تعال نراجع اللي احنا قلناه ده. في البداية احنا كريتنا الفانكشن بتاعتنا وسميناها كول باك، وادينا له هنا النمبر وقلنا له اطبع لي النمبر ده. بعد كده كريت البوتون واديته الخصائص بتاعته، وعن طريق الامبادة نفذت الفانكشن بتاعتي، قلت له الكول باك وحطيت مكان النمبر الرقم اللي انا عايزه، وبالتالي لما بضغط على البوتون ده بتظهر لي هنا في الترمينال الرقم بتاعه. اتمنى ان الدرس يكون عجبكم وتكونوا فهمتوه كويس، ونتقابل الدرس اللي جاي. سلام عليكم.